الجميع. حقيقة أن المتارح اللي كانت فوضوية فهي كانت كتلوث البيئة، ولكن بخلق هذه المتارح، هذا المطرح المراقب وهذا المركز ديال الفرز والتثمين، الأول يكمل الثاني، والقضاء على كاع على التلوث البيئي والحفاظ على البيئة ديال المواطن والنظافة ديال المدينة. بالنسبة لعملية الفرز، هناك عمليتان، عملية آلية كيف لاحظتوا كدوز بعد ما كتسرم النفايات في قلب التروميل ديالها كتفرز، وهناك عملية يدوية، فالآلية كتفرز اوتوماتيكيا، وبينما اليدوية هي العملية النهائية لفرز كل ما هو صالح للتثمين. الهدف الأول هو بيئي بحيث كيتجلى في إطالة عمر المطرح. الهدف الثاني هو اقتصادي، توفير المواد الأولية من كرتون وبلاستيك وكذلك من الألينيوم، والهدف الثالث هو اقتصادي اجتماعي، أننا وفرنا ما يزيد على 50 فرصة عمل لهذا الشباب. لحد الان بينت التجربه ان هذا المركز هو الفريد الاول من نوعه في المغرب، وان شاء الله غادي تطور اكثر فاكثر، وغادي تعمم في جميع انحاء المملكه ان شاء الله. وبعد نجاح هاد الفكره الاولى، فلا بد ما غادي تعمم ان شاء الله. فشركه اوزون كتفكر انها تعمم هاد المراكز ديال الفرز وتثمين النفايات في جميع انحاء المملكه، ولا سيما في الجماعات اللي هي لها تدبير مفوض في النظافه.